مكوكيه للمبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفيث بحثا عن حل يترنح تحت ضربات المتحاربين على الجبهات. جريفيث غادر صنعاء بعد جوله مباحثات قصيره مع الحوثيين لم تفضي الى نتيجه على ما يبدو، حيث حاول المبعوث الدولي الحصول على تنازلات من الطرف الحوثي للاطاله في امد الهدنه الهشه في الحديده والتي تكاد تسقط بسبب المعارك المستعره بين الطرفين. فهل يفلح مارتن جريفيث في ثني اطراف النزاع عن الحوار بالسلاح؟ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يغادر العاصمة صنعاء بعد 4 أيام من المحادثات مع جماعة الحوثيين في العاصمة ومدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. الزيارة توجت بإطلاق سراح 8 أسرى من الجانبين السعودي والحوثي، لكن هذه المبادرة بحسب مراقبين قد لا تعطي دفعة للتنفيذ السريع لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. كنا نتمنى من زيارة المبعوث الأممي لليمن حل مشكلة الأسرى بشكل عام، لكن ما خرج به المبعوث الأممي الإفراج عن أسير سعودي وسبعة أسرى من طرف صنعاء فقط لا غير. وكانت أكثر زيارته معنوية فقط لا غير، لا جديد في زيارته إلى اليمن. على الصعيد الميداني تتواصل خروقات إطلاق النار بين الطرفين في مدينة الحديدة غربي اليمن. الحوثيون يتهمون قوات هادي باستهدافهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في شارع 50 وجولة يمن موبايل وفندق الاتحاد وحي 7 يوليو، فيما الطرف الآخر يتهم الحوثيين بمحاولة اقتحام مواقعهم في المدينة التي تشهد وصول تعزيزات لكلا الطرفين. ربما أن المسافة بين السلام وإيقاف الحرب في اليمن لا زالت طويلة أمام المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لكنه لا زال يواصل محاولاته لزرع الثقة والتقريب بين الأطراف المتصارعة في البلاد. نبيل اليسفي، التلفزيون العربي من مطار صنعاء الدولي. ومن اسطنبول ينضم الينا الاستاذ خالد عقلان الباحث السياسي. سيد خالد مساء الخير، يعني هل يمكن القول اليوم بانه هذه الهدنه الهشه اصلا اصبحت بحكم المعدومه خاصه بعد مغادره جريفيث خالي الوفاض من صنعاء؟ في الحقيقة يبدو أن جريفيث أعلن اليوم فشله في تنفيذ أبسط التفاهمات التي يمكن من خلالها أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار والبدء بعملية سلام حقيقية في اليمن. ويبدو أن جريفيث يمضي على خطى سلفه جمال بن عمر وولد الشيخ جمال بن عمر الذي كان عراب الانقلاب الأول، ويبدو أن جريفيث بهذا التدليل المفرط للميليشيات الحوثي يظهر تماما فشله. وهنا يتبادر سؤالا كبيرا للرأي العام اليمني بشكل عام، ما هو دور الأمم المتحدة؟ هل أصبح دور الأمم المتحدة العمل لصالح قوى استعمارية تستخدم هذه القوى الاستعمارية دولا إقليمية يعني تصدرت مشهد الثورة المضادة وإما عبر انقلابات خشنة عسكرية أو عبر ميليشيات تفتت مفهوم الدولة وتضرب العمق الاجتماعي، وبالتالي نحن أمام مشهدا مأساويا توج بهذا الفشل الكبير للمبعوث الأممي والذي لا يمكن التعويل عليه بحال. يعني طبعا في هذه المناسبة وفشل جريفيث بالتوصل إلى حل مع الحوثيين طبعا توضع علامات استفهام كبيرة على موقف الحوثيين، ولكن في هذه الأثناء وأنا أتحدث معك أمامي خبر عاجل أنه هناك غارات للتحالف السعودي الإماراتي فوق صنعاء، فأيضا دول التحالف لا يبدو أنها تلزم نفسها بمبدأ الهدنة واتفاق السويد وما تم التوصل له. يعني الطرفان برأيك ألا يتحملان نفس القدر من المسؤولية في إفشال إرساء قواعد هذه الهدنة والحكي عن خطة سلام؟ لا شك أن ما يعمق الأزمة في اليمن ويجعل السلام شبه مستحيل هو يعني
الأجندة الخفية للتحالف السعودي الإماراتي الذي يستهدف اليمن منذ اللحظات الأولى، منذ لحظات المبادرة الخليجية، والتي أتت في الحقيقة للإجهاز على مشروع التحول السياسي والتحول السلمي والتحول الديمقراطي في اليمن. كانت المبادرة الخليجية، وبعد ذلك تم عبر دعما مكشوفا وواضحا من الإمارات والسعودية لانقلاب تحالف الحوثي وصالح، فبالتالي ليس هناك أصلا جدية مطلقا من التحالف استعادة الدولة واستعادة الشرعية. هناك يعني قيادات الشرعية، الرئيس هادي ونائبه لا يستطيع، ليس لديهم قرار، و رئيس الوزراء اليمني هو بمثابة موظف صغير للسفير السعودي، فبالتالي نحن أمام استهتارا واضحا من التحالف العربي بدماء اليمنيين وبمستقبل عملية السلام في اليمن. شكرا لك سيد خالد عقلان الباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول.